الثانوية العامة مش نهاية الكون، والفيديو ده رسالة لكل طالب في الثانوية العامة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رسالتي دي بوجهها للثانوية العامة أو الناس اللي اتخرجت السنة دي من الثانوية العامة أو ما اتخرجوش، الناس اللي جابت نتيجة كويسة أو جابت نتيجة زي الزفت. المجاميع السنة دي مش عايز أقول لكم مجاميع صعبة جدا، مجاميع الواحد مش متخيل إن كان المجاميع دي ممكن تيجي بنسبة نجاح 75.4%. معظم الناس اللي خافت من الفيزياء وخافت من التاريخ نجحوا في الفيزياء والتاريخ، ولكن الناس ما نجحتش في مواد تانية. دايما كنت بقول في الثانويه العامه، وكان كانوا اصحابي بيقولوا لي انت ازاي بتقول الكلام ده، او الناس تقول لي انت ازاي بتقول الكلام ده، كنت دايما اقول ما اخافش من الامتحان الصعب ولكن اخاف من الامتحان السهل. الصعب كل الناس مش هتحل، هيكون في درجات رأفة زي ما الوزير قال وكله بيعدي، انما السهل انا ممكن ما احلش وباقي الناس تحل. طيب الرساله اللي عايز اوجهها لكم ان الدنيا مش هتقف عند الثانويه العامه، الدنيا مش واقفه عند الثانويه العامه. إذا جبت نتيجتك ولقيت إن أنت راسب أو جايب مجموع مش كويس، تأكد من النتيجة من موقع واتنين، وتأكد من موقع الوزارة الرسمي نفسه، وبعد كده حط في عقلك وفي اعتبارك إن الثانوية العامة هي مش نهاية الدنيا. طب بعد كده هتخش كلية، وأكم من قصص ممكن أحكي لكم قصة صغيرة كده. لواحد صاحبي كان علمي وبعد كده ما جابش مجموع فحول علمي متأدب، يعني لا هو علمي ولا هو أدبي، كان الكلام ده في النظام القديم السنتين، ثم بعد ذلك ما جابش مجموع برضه في العلم المتأدب ودخل كلية الزراعة. دخل كلية الزراعة وشد حيله وربنا كرمه ودخل قسم يعني كان موجود فيه هو وعشرة من زمايله بس، شد حيله وتفوق وبعد كده بقى معيد في الجامعة وبقى دكتور جامعة. في حين إن الناس اللي جابت مجموع دخلت كلية خدوا تقريبا بكالوريوس في الهندسة أو حاجة زي كده ومش شغالين، وناس تانية برضو جابت مجموع وناس تانية اتظلمت والاتنين دخلوا كلية التجارة، بس ده كلية تجارة عربي وده كلية تجارة انجليش وبيدفع فلوس. الاتنين في الآخر تلاقيين شغالين مع بعض في نفس البنك وبياخدوا نفس الأجر وبيعملوا نفس الشغل تقريبا. فانت على قد تعبك ربنا هيديك، وعلى قد تعبك هتلاقي، وزي ما ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مش عايز حد يزعل ومش عايز حد يحزن، ربنا بيعوض، وربنا لو قفل في وشك باب ممكن عشان يفتح لك 60 باب وراك او جنبك انت ممكن ما تكونش واخد بالك منهم. الثانويه العامه مش نهايه الطريق، هي بدايته، وشد حيلكم وعوضوا وهتجتازوا كل ده. وبما ان المجاميع صعبه كده التنسيق كمان هيكون سهل، وهتكون الكليات يعني من مجاميع كويسه، التنسيق مش هيكون عالي عليكم ولا حاجه، وعوضوا وادخلوا وهي محنة وهتعدي، وإن شاء الله ربنا يعني يحسن لكم الطريق ويسهل لكم طريقكم ونشوفكم في أحسن حال بأمر الله. الثانوية العامة مش نهاية الكون.